في بلاي نواصلوا في استقبال ضيوفنا بعد ما حكينا على الالعاب البارالمبيه، نحكيو كره، نحكيو فوت، نحكيو عمل لعب التونسي، واحد من كبار الانديه في تونس. الامور ماهيش واضحه برشا في ملعب التونسي، هيئه جديده في الفريق، الجماهير لحد الان تتسائل ويمشي يلعب الفريق العام الجاي. على كل حبينا ناخذوا اخر اخبار البقلاوه، خاصه انه اول امس كانت لما بين رئيس جديد لملعب التونسي سيد نور الدين بن بريك مع لاعبي يقدم في البقلاوه سامي كبار كما عبد الحميد الهركيل، الركباوي، جولي امام وغيرهم من القامات الكبيره في البقلاوه. على كل باش ناخذوا اكثر تفاصيل على هذا الكل، معنا مهدي اليحيوي الناطق الرسمي الجديد في الملعب التونسي. سي مهدي اهلا بك. مرحبا سيدي. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله، الامور ان شاء الله تمشي في الطريق السوي. وامور الجمعيه؟ امور الجمعيه بين ايدي امينه صالح ونزوم ان شاء الله. به سي مهدي، كانت اول امس على ما اعتقد لما كانت بين السيد نور الدين بن بريك الرئيس الجديد للملعب التونسي مع رموز وملاعب يقدم في الستاد، كنت سميتهم، شنو هي اهم ما جاء فيها وعلاش شنو الهدف منها اصلا لما هذه؟ لا في الحقيقه هي اصلا لما هذه السيد رئيس جمعيه بن بريك كما تعرفوا كان لاعب قديم ملعب التونسي، وكان حريص من اول مجال الملعب التونسي باش يلم الشمل الناس الكل، واولهم هما اللاعبين القدامى. اللاعبين القدامى اللي تعرف عندهم دور كبير معناها في معناها باش يعطيوه معناها للشبان، باش يعطيوه معناها ثقه للشبان، باش يعطيوه ثقه للملاعبيه، باش يوفروا الخبره نتاعهم على الجيل اللي صاعد توا. وهذه ما كانش موجود يعني في ملعب تونسي من قبل، يعني وقع يعني تشتيت الملاعبيه القدامى واللي ما عادش حاضرين في حتى شيء. هي علاقتهم ما كانتش باهيه برشا مع الهيئه السابقه. ما نعرفش، ما نعرفش شنو صار. المهم احنا كي جينا ما لقينا حتى حد من اللاعبين القدامى موجود. اول حاجه عملها سنين هو لم الشمل وعمل له القاعده تعرفوا اللي تحكيوا عليها توا، صارت امبارح واللي هي بجديد دعم، واللي على اثرها يعني تم تكوين لجنه نتاع اللاعبين القدامى برئاسه اللاعب يعني عبد الحميد. شنو الهدف منها اللجنه هذه؟ الهدف منها اللجنه هذه هي كما قلت لك معناها باش تشرف معناها على اللاعبين، تنصح اللاعبين، توفر الخبره نتاعها على تحطها على ذمتهم. تكون معناها بمثابة يعني الدعم ل يعني الفريق التقني نتاع الملعب التونسي. نجم نشوفوا شكون من اللاعبين هذا موجود في مع تقريب من الامور الفنيه في الملعب التونسي، من ستاف تكنيك حاجه هكا يدخلوا ستاف تكنيك، خاصه اللي فيهم شكون مدربين تقريبا زاد. اي هو هذا الكل سابق الاوان، واحنا اول حاجه عملناها هي دمينا اللاعبين هذيا وقاعدين فاهم باش نلموا اكثر ما يمكن. اليد يعني نتاعنا محلوله لجميع اللاعبين قدام نتاع الملعب التونسي واللي خاصه يعني كانت عندهم بصمه كبيره في الماضي، وحشنا بالخبره نتاعهم باش تساعدنا معناها في الايامات يعني يعني الفتره الصعيبه هذيا اللي احنا معناها قادمين عليها. على راسهم هذيا كما قلنا هو عبد الحميد الهركيل، ثم جمال الامام، ثم صابر الغول، ثم المنظر المتبلى، يعني العديد من اللاعبين ومازالت القائمه باش تتوسع. واضح. ناخذ اخر اخبار الفريق فنيا، الملعب التونسي باش يصير تغيير على مستوى المدرب والاطار الفني، خاصه في تصريحات رئيس جمعيه سابقه اكد انه ما لمح ولا اكد انه مش راضي على المدرب لوك ايماي، ما يشوفش انه هو رجل المرحله في البقلاوه. لا مش هذا بالضبط، يعني احنا مازلنا كاخذين الفريق يعني البارحه عملنا يعني جلسه هيئه مديره. الامور يعني معناها مش سهله الحقيقه، دونك عندنا برشا 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 خدمه تسمح لينا. الامور الفنيه زي لقينا معناها مدرب اجنبي موجود، احنا اليوم ماك تعرف الفريق ما نعرفوش يعني حسابيا، هو في الرابطه الثانيه ما نعرفوش الجلسه العامه نتاع الانديه باش تنعقد نهار 11، مش على اثر القرار اللي باش يخرج فيه الجلسه العامه باش نعرفوا الفريق في القسم الوطني ولا في القسم الثاني. هو فما اشكال حتى لهنا، مدرب اجنبي ما عندوش حق يكون في رابطه ثانيه لو كان الملعب التونسي باش يلعب الموسم القادم في رابطه ثانيه معناها.
هذا هو هذا هو احنا مش احنا اللي قمنا بالكتاب. اي نعرف احنا تيجينا نختار مدرب اجنبي موجود ويشرف على التمارين. هذاك علاش جبت لك على الجلسه العامه. دونك احنا باش نقعدوا مع المدرب هذا باش نحطوا لي زوبجيكتيف الى كان معناها نشوفوا معناها القيمه نتاعو البروجي نتاعو شنو في البلاد كان قعدنا كان ما قعدناش كيفاش باش تكون يعني الحلول. وعلى كذلك كله معناها مازلنا معناها كما تقول ان فوق بارلي معاه معناها باش نعملوا قاعده مطوله معاه باش نفهموا معناها شنو رؤيته للمستقبل في حالتي. دونك ما نجمش ناخذ قرار توا. القرار نتاعنا يعني باش يكون يعني سويفون معناها الجلسه العامه هذه نعرفش سويفون لي زوبجيكتيف نتاعو سويفون لي زوبجيكتيف اللي احنا باش نحطوهم. نعرفش حكيتوش مع الجامعه خاطر باش تقعدوا السنه ولا 11 باش تعرفوا مصيركم كانه روتار شويه. ما عرفش حكيتوش مع الجامعه ما فماشي تطمينات تسريبات حاجه من النوع هذا حول مصيركم بطبيعه. احنا اون كونتاكت ديريكت مع الجامعه بقينا معناها هو مش بايدي الجامعه يعني القرار مش بيكون بايدي الجامعه القرار باش يكون بايدي الفرق المنخرطه في الجامعه. معناها الجامعه ما هي شيء اللي بتاخذ قرار. ايه اما 90% معناها باش ماشي الامور باش ترجع الشابه معناها ولهنا يطرح معناتها الاشكاليه حول فريق ثاني باش يكون مع الشابه في الرابطه الاولى هكا ولا؟ اذا كان الفرق اللي باش تستمع وتقرر كون الشابه تقعد يعني في القسم الوطني بطبيعه معناها يمكن يكون فريق اخر معاها باش تقدم شويه 15 فريق. نجموا نعرفوا رايكم في الموضوع انتم بتصوتوا مع الشابه نتصور هذه مصلحتكم وين ولا؟ من المفروض منه حاجه طبيعيه. اي واضح. باهي دونك هذا تقريبا اهم اول حاجه بدك تاخذ مواليه شنيه بالضبط سي مهدي قاعدين تاخذ مواليه تو في الايامات هذه. سامحني؟ اول حاجه قاعدين تخدموا عليها توا ما عادش خاصه الفريق ممنوع من الانتدابات ما عادش قاعدين تخدموا على الانتدابات والا بعد الجلسه العامه باش تفهموا رواحكم معناها. احنا اول حاجه الجلسه العامه نهار 11 والميركاتو يسكر نهار 15 اللي كان باش نقعد حتىش نهار 11 باش ناخذ القرارات نتاعنا باش نشوف معناها الوجهه نتاعنا شنو باش تكون عندنا 40 فتره شويه بالكل بالطبيعه. لذا احنا بدينا من توا يعني في تحضير معناها اول حاجه نرفعوا منع الانتدابات اللي طلت علينا. شو عملتوا فيه؟ منع الانتداب اليوم انا كنت في الجامعه وشفت شنو لازمنا عندنا احنا خطايا لازمنا نقلتوها فيفا لرفع الانتداب هذايا واحنا ماشيين في الثنية هذايا اول حاجه الأكيدة هي رفع الانتداب هذايا باش نجموا يعني يحضروا الفريق نتاعنا ويكون يعني مستعد باش يفوت السنة الرياضية. السيولة المالية موجودة معناها؟ موجودة. باهي برشا. اللي ترشح لاسم الفريق الملعب السعودي عارف روحه على شنو قادم، الحقيقة هو مجهز روحه مستعد لكن ما كانش يعني اللي لقيناه اليوم مش كان منتظر. لكن احنا مش نرفعوا ايدينا وان شاء الله معناها باش نحطوا الناس كل يد في يد وان شاء الله ثم كاين. ما فهمتكش شنو تقصد باللي قلت لقيناه ما كانش متضرر لقيتوا حاجات ما كنتوش في بالكم بها ولا شنو بالضبط؟ قلت لي انت الامور الماديه معناها موجوده باش تنجم ترفع الانتدابات ومش كل الانتدابات مرافع الانتدابات هاو عندك وجود لاعبين عندك عندك يعني التيم دو روندمون عندك معناها فواتير عندك واحد برشا سي مهدي قريت حوار تقريبا رئيس الجمعيه منذ يومين في الصباح على ما اعتقد كان تحدث فيه على رفع قضيه بالهيئه نتاع جلال بن عيسى ماشيين في التوجه هذا؟ احنا البارحه كانت اول جلسه نتاع الهيئه المديره الجلسه هذه كانت طاوله بدينا سته نتاع العشيه ونص الليل وما كملناش يعني خليناها مفتوحه والقرارات ان شاء الله باش ناخذوها في الايام القادمه. احنا بالنسبه لنا اليوم عندنا برشا 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 معنا وجهات محلوله علينا دونك رفع قضيه وعدم رفع قضيه زي السابق الاوان احنا مش ناخذوا يعني بدينا نعملوا في الفاتاسيون خذينا معناها مجموعه يعني من الوثائق الاداريه خذينا البعض من الوثائق المحاسبيه اللي هي مش كامله وعندي وعود معناها باش نكملوا ناخذوها من عند خبير المحاسب من عند الكونتابلي في الايام الجايه. احنا بالطبيعه معناها كاي فريق جديد داخل في اداره جديده
فما فريق يعني هيئة مديرة تحملت مسؤولية فترتين هذيتين، الفترتين هذوك باش يكون هما المتحملين المسؤولية نتاعهم، احنا باش ناخذ المسؤولية من نهار 28 أوت يعني نهار يقع انتخابنا فيه. بالنسبة للأمور التقرير المالي، التقرير المالي وقع رفضه قبل الجلسة العامة الانتخابية. اليوم احنا باش نجمعوا جميع الفرق وباش نعملوا عليهم يعني وديت، باش نكلفوا معنا خبير محاسب باش يراقبوا ويشوف وباش نعرفوا شنو معنا، يعني خاطر احنا اليوم عندنا كل يوم مفاجئات، كل يوم تجينا مثلا عقوبة، تجينا يعني حكم قضائي يلزم نخلص الجوار الفلاني، يعني كل نهار عندنا مفاجئات. ولذا احنا معناها باش نقوموا بمراقبه معناها الفتره هذه على ضوء النتيجه اللي باش نوصلوا لها، على ضوء النتيجه اللي باش يتوصلها يعني الخبير المحاسب، وقتها ناخذوا قراراتنا وشنو باش نعملوا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي مهدي، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافه، شكرا لك انت على كل هذه التفاصيل مديتنا بها بخصوص اخر المستجدات في الملعب التونسي. المنتخب الوطني التونسي في الباسكت كمل منذ قليل مقابلته ضد جنوب السودان بعد صعوبات في الشوط الاول وفاه 40-40، منتخبنا يفوز ويتاهل 80-65. دونك عوده للمنتخب في الشوط الثاني، بعد شويه باش يكون معنا زميلنا الاعلام المختص في كره السله ربيع البحوري باش نحكيو معاه كيفاش شاف المقابله نتاع المنتخب اليوم في ربع النهائي. منتخبنا باش يواجه في نصف النهائي منتخب الكاب فير او منتخب اوغندا. فاصل الموسيقى بعد مكملين في البلاي حتى للخمسه.